الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. نعم، لما ذكر أركان الإيمان بيّن ما يدخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله، أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات، فمن جحد الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا بالله، لم يكن مؤمنا بالله. وهذا رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالله. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. نعم، من الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل.